شحال بقالي؟ شحال بقالي؟ من 29 شحال؟ عطيت 7000 البارح في الدو والماء. ما انا والمراه ما عندي لا بيسين، ما عندي جرده. هما اللي عندهم لا بيسين البحر، وكنخلصوا على الكروج الحرام، على الكروج الحرام، كياكلوا الحرام، كينعسوا في الحرام. حلا جوج قرطاسات، ها وحده، ها وحده في الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وتستمر المعاناة، ومعها تستمر احتجاجات هؤلاء الفئة، هذه الفئة التي ينضوي تحتها قدماء العسكريين والأرامل وأرامل الشهداء وذوي الحقوق، هذه الشريحة من الناس الذين جاهدوا وأعطوا كل ما في وسعهم وكل ما من شأنه أن يحرر هذا الوطن من نير الاغتصاب. لكن في آخر المطاف نجدهم الآن ها هم يعني أمام قبة البرلمان، هذه المؤسسة التشريعية التي تعنى برفع هموم المواطنين، هذه الفئة التي انتخبوها طبعا لتسن قوانين تمنحهم العيش بكرامة، لكن يجدون أنفسهم الآن وهذا الشيخ الذي يبلغ من الكبار عتيا، يعني قد ناهز 90 سنة ولا زال متشبثا بحقه في الحياة وحقه في العيش بكرامة، كما كان متشبثا في شبابه بحرية بتحرير الصحراء المغربية من يد الغاصب المحتل الغاصب. طبعا أرامل الشهداء، هاته النسوة التي يتكبدن عناء السفر من مدن بعيدة يأتين إلى العاصمة الرباط، طبعا هن حرمن من ملذات العيش من أزواجهن، تكبدنا تربية أبنائهن بمفردهن دون حضور الزوج، لكن الآن تجد هاتين النسوة أنفسهن بمعاش هزيل لا يتعدى 500 درهم أو 300 درهم أو 350 درهم، يعني هذه مهزلة، هذا يعني ظلم ما بعده ظلم. هاته الشريحة طبعا لم تعد لها ثقة في المؤسسات أو في كل ما من شأنه يعني تمكينهم من حقوقهم، وهم الآن متشبثون بجلالة الملك طبعا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الذين يأملون فيه كل خير، يأملون هو يعني بمثابة يعني طوق النجاة لهذه الفئة. نتمنى من الله عز وجل أن ينظر إليهم بعين الرحمة، بعين يعني أن يرد لهم كرامتهم وحقوقهم حتى يعيشوا ما تبقى من حياتهم هم وأبنائهم يعني بأمن وأمان وعزة وكرامة، وشكرا. كنقول لك هاد الشهر كاين زيادة، كنمشي كنبقى 29، ما كاين لا زيادة لا والو، هادي 12 عام ولا 14، ماشي المنكر هذا ديال المغرب. حتى انتم خدامين، راه اللي مشى في الصحراء كيشد دابا 100000، صار جانا ناس رجعوا عليا الحجر 29000، كليت الرملة، كليت القاموس، ما خليت ما كليت القاموس، القاموس كيدي الثريا كيبيعوا في السمارة وكيبيعوا في العيون 700 للهبرة، كيعطيونا ذاك الجلود، فين الثريا؟ فين الثريا؟ كلاتو العافية، كلات الدم ديالنا، وحنا الله ينسى هاد السيد، يسول فينا، يسول في العيالات، عندهم 9000 10000، ماشي المنكر هذا، راه المغرب ما كاع ما كان في العالم، راه ما كان المغرب في العالم، ولكن فينا المنكر، فينا الشوك ديال الهندية، الهندية اللي كياكل الهندية، كيسخ داك الشوك ما كيتحيدش، سمعوا ما سمعوا، يا المغاربة،
لا المغاربة لا الوطن الحرار. شكون اللي رد محمد الخميس؟ ردوا الفاسيين، ردوا الدار البيضاء اللي كاي يشربوا الشرب عند دياد، اه ردوا صحابي المراكش، ردوا العربية كلاو العسالة. عقلت واحد السيد عندنا كيشربوا له الملح، عمله هو ساكن خباه في مولاي إدريس، اه 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 علاش سمعها؟ سمع ربي عطينا الحق من عندك، عطينا الحق من عندك يا رب، حنا عطينا الحق. هاد الناس اللي مشردين هنا كل واحد من السلام عليكم الاخوان، شوفوا هذا الرجل في السن ديال الشيب ديالو اللي وصل واحد المستوى ديال الشيخوخه، 90 عام والان باقي يعاني الشيخوخه ما شاء الله، يعاني من تمام يدور ربيع شفتو الشتان، اه كليتو البلوط، عطيت لهم الوقت لهادو ما كيسولوا فينا ولكن احنا سنا الله سنا الله سنا الله. الله ينسي محمد السادس على الحق، الله يشافيه. بارطاجيو الاخوان حفظكم الله ورعاكم. شوفوا هذا الاخ، شوفوا هذا الاخ، شوفوا هذا الاخ اللي كيقول الحق، هذا كيقول كلمه الحق، وكلمه الحق تعلى ولا يعلى عليها ايها الاخوان. ها ها الزيت والخبز، ها 90 عام تبارك الله 90 عام الا كذبت الله يمسخني. العام 45 مات الوالد، كان ماتوا عند العافيه الجمل توزن كيلو، دابا ما بقى الجمل، ما بقى البرغوت، ولكن بقى المسخ في المغاربه، ما بقى الحق راه دفنوهم، راه هكا صحابينا تقاعد، شكون حر الصحراء؟ اه اه شكون حرها؟ حرها العروبيه، حرار مرموشة بني وراي داك الجنود اللي طردوهم، داك الجنود اللي مطرودين حتى هما، وهذوك اللي جرى عليهم مساكين دار لهم المشاكل، ما عندهم حتى 100 دريال دار لهم المشاكل. القرايدية لوفيسي لوفيسي ولاد الحراف ولاد الحكار معانا الثريا، كان معانا الثريا، كان معانا الثريا لقاني في واحد الزرا ديال لابسو قال لي فين الدري؟ يا ودا ابو جني نار راني سبلتو، قال لي توكات ما كان كل ما كان شرب، قال لي بلا ما الدراري غادي يبقاو بالجوع، داني وصلني التوكات، دا واحد لا جودان، دا شكون لا شملة باش ناكل، كان رمي انا كانت وقفني، راه ستة النفوس، بقى يخرجني، قال له جيب لك الشيباني، جاب لك الشيباني، جيت عنده، طاطا طاطا، قال لي شوف، قال له ديه المكازا ديالي. عطيلو الترجي وعطيلو الكاسكيتا. هاد السيد راه واعر، هذا محارب واعر، هذا عنده القرون المدايني. من الاخر على جوج على جهتين، راه كاين الناس اللي كيتقاتلوا. سيروا قدام، دابين الناس. وانت هنا غادي مقاتل، انت هنا. واش محمد كريكش؟ وما لا زوين داش. سير سير، اي واحد صافي السلام عليكم. بحال هذا الشخص هذا الانسان محسن خلاني من قلبي، هذا اعز الشباب ديالو في ويلات الحروب، والان هو مثلا شيخ كبير معرض للتهميش ومعرض للاقصاء ومعرض للفقر، وهذا ماشي معقول. على الدولة باش تشوف من حال هاد الناس هادو، سيرتو الناس اللي مدوزين يعني هاد الحروب ديال الصحراء، والناس اللي يعني خدموا في الجيش واحد المده ديال 15 سنه حتى 20 سنه وخرجوا دي جي، يعني زيرو ديالهم. ولهذا كنتمناو من الناس اللي على زمام الامور يفكروا في هذا الملف الشائك ديال هذه الشريحه المهمشه من المتقاعدين والمطرودين تعسفا وشكرا. شكرا سي بناي حفظك الله ورعاك، بناي يبني ولا يهدم، حفظك الله ورعاك يا اخي. شكرا شكرا. دابا نصيفطهم.